المؤمنين. تزوج علي فاطمة رضي الله عنها، وما كان عندهما في البيت غير فراش، فراش من جلد كبش. يقول علي: ننام عليه بالليل ونعلف عليه الناضحة بالنهار، البعير، الفراش اللي ينامون عليه، ينامون عليه ويقلبونه علشان العلف، ما عندهم غيره. فقر وزهد وبعد عن هذه الدنيا. ومن أفضل من فاطمة للنبي عليه الصلاة والسلام، خير نساء الدنيا. قبل أن يدخل عليها قال النبي لعلي: لا بد للعروس من وليمة، دبر حالك، عرس بدون وليمة ما يصير. ما عند علي من وين يذبح علي، فجاء سعد بن أبي وقاص قال: يا علي الكبش علي، أنا لا تشيل الهم، الذبيحة علي. فجاء هذا بالكبش، وتجمع الصحابة يأتون كل واحد شوي من طعام، حتى صنعوا له وليمة، وليمة من الصحابة رضي الله عنهم، حبهم لعلي. من علي عند النبي ومن فاطمة بالنسبة للنبي؟ حبهما من الإيمان ومن الدين، من حب محمد عليه الصلاة والسلام. فجمعوا له وليمة. فلما جاءت ليلة البناء، ليلة الدخول، قال النبي لعلي: لا تحدث شيئا حتى تلقاني، لا تدخل، انتظرني، اصبر. وانتظر علي وفاطمة تنتظر حتى يأتي النبي يبارك تلك الليلة. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام، قال: حصل شيء؟ قال: لا. فدعا بماء، جاء للنبي بماء، فتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام ودعا لهذا الماء، ثم أفرغه على علي بن أبي طالب وعلى فاطمة، ثم قال: اللهم بارك لهما وبارك فيهما وفي بنائهما، من سيخرج منهما سيدا شباب أهل الجنة، لدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: وبعد قليل، قبل أن يدعو لفاطمة، دخلت أول مرة تخرج على علي، دخلت وهي تتعثر تطيح في لباسها الطويل وفي مرطها وحجابها، تمشي من شدة الحياء تسقط فاطمة، وكلما مشت تعثرت من حيائها ومن سترها ومن عفتها. فإذا بفاطمة تتزوج علي بن أبي طالب وتعيش معه أسعد حياة وأجمل حياة. من الخادمة في البيت؟ فاطمة. من تطحن؟ فاطمة. من التي تعجن؟ فاطمة. من التي تخبز؟ فاطمة. من التي تكنس؟ فاطمة. من التي كل شيء؟ فاطمة. وخارج البيت من الذي يكدح ويعمل ويجلب المياه والطعام والشراب؟ من؟ إنه علي. هي الخادمة هو الخادم، تخدمه ويخدمها. تعبت فاطمة، يدها تعبت، ثيابها تقطعت، وجهها اغبر من شدة التعب، سنوات وهي على هذه الحال. أين نساؤنا اليوم؟ أول شرط عندها في الزواج أبي خدامة. إيه عليش ما تزوجتي؟ على الأقل جيب عيال بعدين تطلبين لا، من أول يوم تبي خدامة. شوف ترى أنا في بيت أبوي ما أطبخ، لا تطلب مني الطبخ ولا ترتيب الغرفة، حتى ثيابها مبهي مستعدة تعلق ثيابها. شوف نساء اليوم وشوف فاطمة رضي الله عنها. يوم من الأيام سمعت فاطمة رضي الله عنها أن النبي جيء له بسبي خدم، سبي من إحدى الغنائم أو المعارك، فذهبت إلى أبيها فلم تجده، فكلمت عائشة: إذا جاء أبي فقولي له أنني أحتاج لخادم، تعبت، يدي راحت من الخبز والطحن، كل الناس عندهم، إيش معنى أنا؟ فلما جاء النبي لعائشة أخبرته بالخبر: ابنتك تريد خادم أو خادمة تخدمها تساعدها. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت من يحبهما، علي وفاطمة، يغليهما النبي ويحبهما حبا جما. تقول فاطمة: كنت مستلقية على الفراش أنا وعلي. تقول: فدخل علينا أبي وجلس عندنا حتى أحسست ببرد قدمه على صدري. شوف القرب، جلس بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، شوف المحبة، شوف المودة، شوف القرب، كأن ابنه علي تربى في بيته وهو أخوه في الهجرة. ومن فاطمة بضعة منه. تقول: حتى أحسست ببرد قدمه على صدري، فقال لي: سمعت أنكما تريدان خادما. قال: نعم يا رسول الله، نريد خادما، فقد تعبت من الخبز والطحن والعجن والكنس والعمل، تعبت فاطمة وحق لها أن تطلب الخادم وهي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها: ألا أدلكما على خير لكما من خادم وخادمة؟ تبون شيء أحسن؟ قالوا: بلى، في شيء أحسن من الخادم؟ أكيد يبون. قال: إذا أويتما إلى فراشكما. شوف الآن النصيحة لأغلى الناس عنده، في أحسن من الخادم والخادمة؟ قالوا: شنو؟ قال: إذا أويتما إلى فراشكما
فسبح الله 33 واحمداه 33 وكبراه 34 خير لكما من خادم وخادمة. فاكتفيا. قيل للإمام علي بن أبي طالب: هل تركت هذا الذكر؟ قال: والله ما تركته أبدا، فكان لنا خيرا من الخادم والخادمة. قالوا له واحد من أهل العراق يقول لعلي: حتى في صفين، يعني ما تركتها في صفين في وقت المعركة والفتنة؟ قال: والله ما نسيتها حتى في صفين. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. لما ماتت خديجة ومات كل بنات النبي أو أولاد النبي، سل الله نبيه بمن؟ بفاطمة. حتى بناته الأخريات متنة، فبقيت فاطمة تسلية النبي عليه الصلاة والسلام، وحبه وقلبه وبضعة منه وقطعة من كبده. بعد زواجها بسنة بشر النبي: ابنتك اقترب ولادها، سوف تلد، أول مولود لفاطمة. تخيل كم كان النبي فرح، كم كان ينتظر هذا الطفل بفارغ الصبر. أولاده الذكور ماتوا، وكما قيل في المثل: أغلى من الولد ولد الولد. شوف الجد شلون يفرح بالأولاد أكثر من الأب، والجدة تفرح أكثر من الأم، والنبي ينتظر الأب بفارغ الصبر. ومن معها؟ سوادة بنت مشرح، والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل: ها إيش اللي صار؟ قالوا: هي تجهد يا رسول الله، يعني في اللحظات الأخيرة في المخاض. حتى بشر النبي عليه الصلاة والسلام بطفل ذكر ولدته ابنته فاطمة. كم سر النبي عليه الصلاة والسلام، كم فرح بهذا المولود الذكر البكر لفاطمة. فلما سر، أي قطعت سرته، لف في خرقة، فجيء للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم فتح النبي الخرقة، ثم نظر إليه، ثم بصق في وجهه يبرك عليه، وينفث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤذن في أذنه، ثم ينظر إليه ويحمله. ثم جاء لعلي قال له: سميته يا علي؟ قال: نعم. قال: بما سميته؟ قال: سميته جعفرا. قال النبي: لا، يبي سميه الرسول. قال: وما تنصحني يا رسول الله؟ قال: هو الحسن وأنت أبو الحسن. وما جاء بعده فحسين، سمى النبي الحسن ثم الحسين قبل أن يولد حتى الحسين، سماهما ينتظر شبابا، سيدا شبابا أهل الجنة، ينتظر ريحانتيه في الدنيا، يصليانه عما حصل له من المصائب وعما حدثت له من أحزان. يقولون: الحسن أشبه الناس برسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا أردت أن تصف النبي فصف الحسن، وإذا أردت أن تصف الحسن فصف النبي عليه الصلاة والسلام. أشبه النبي وجها ووصفا ومشية وقعودا وقياما برسول الله. ابني هذا سيد، كان يقول للناس، هذا الطفل، هذا الصبي سيد، وسيصلح الله به بين فئتين من المؤمنين. يبشر الناس بإصلاحه لهذه الأمة. كان أحيانا هو والحسين ينتظران النبي، يلعبان معه، فإذا سجد يتبان على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، فيأتي الصحابة وأهل بيته ليزيلانه عن ظهره، فيشير إليهم أن دعوهما، دعوهما، خلوهم. يفرح النبي عليه الصلاة والسلام بهذا. بل يوم من الأيام، يوم من الأيام كان يقوم في الخطبة خطيبا، فرأى أحد ولديه يمر في المسجد بثياب حمراء وتعثر بها وسقط، فنزل النبي من المنبر، خطبة جمعة، ترك الخطبة، نزل من المنبر وذهب إلى الطفل فحمله، ثم جاء به وحمله على المنبر وأكمل خطبته. أي حب هذا، أي تعلق هذا بالصبي، ابن من؟ ابن الزهراء فاطمة رضي الله عنها. يقول أبو هريرة: خرجت مع النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام إلى سوق بني قينقاع. يقول: فذهب النبي في السوق ثم انصرف، فأتى خباء فاطمة، يعني بيت فاطمة الزهراء، يزورها النبي، يتفقدها النبي، يحب النبي الجلوس معها. حب فاطمة من الإيمان، وبغض فاطمة من النفاق. من أحبها أحب النبي، ومن أبغضها أبغض محمدا عليه الصلاة والسلام. هذه حديث صريحة يصرح بها النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: حتى دخل بيت فاطمة فسألها: أثمل كعب؟
لكع في اللغة العربية تأتي في أحد معانيها الصبي الصغير، يعني وين الصبي الصغير، وين ولدي، يقصد من الحسن. وكانت فاطمة